طيب نبتدي. احنا كم واحد اتفرج على الفيلم القديم The Good, Bad and the Ugly؟ اتفرجت عليه؟ فاكره؟ لا. طيب انا هتكلم النهارده على كاوازاكي ديزيز, وهقول لكم ليه في الاخر احنا بنقول ان هو The Good. ها؟ هقول لكم ليه انا بسميه The Good, Bad and the Ugly. ده دكتور كاوازاكي, هو داخل على 100 سنة ولسه عايش. هو راجل واضح ان هو ياباني واسمه ياباني, ولسه بيروح مؤتمرات ويدي محاضرات في الموضوع الكاوازاكي ديزيز اللي اتسمى على اسمه. هقول لكم تاريخ الموضوع ده باختصار. الراجل ده في سنة 61 شخص حالة كده في الريد كروس, دخلت وعندها شوية سيمتومز ومانيفستيشنز وخفت وخرجت سبونتينيسلي وكان دايجنوزز انون, مش عارف ايه دون كل الحاجات. سنة 62 السنة اللي بعديها كذا حالة جيله مجموعة مانيفستيشنز راح نسميهم نون سكارلت فيفر ويز ديسكوريشن, كلهم نفس الموضوع وكلهم بيخفوا ويروحوا. برضه هو دون الموضوع ده. سنة 64 ابتدت عنده 22 حالة برضه بنفس مجموعة الأعراض, هو مش مقتنع إن هي سكارلت فيفر ولا حتى ليها لينك سكارلت فيفر, بس فسماها ميكروكوتينيوس أوكيلر سيندروم. مجموعة مانيفستيشنز كده بتخش المستشفى وبعدين تخرج وتخف. سنة 65 one of the patients دول died suddenly, عملوا له اوتوبسي. في دكتور اسمه دكتور تاناكا برضه في طوكيو ياباني لقى عنده كورونري ثرومبوس. عمل ايه بقى دكتور كاوازاكي كده؟ جاب كل الحالات القديمة بتاعته وراح كاتب بيبر ونشر الموضوع ده وقال انا اكتشفت مرض جديد. واجه دي ريزيستنس جامده جدا من المجتمع الطبي في اليابان في الوقت ده, وقالوا له لا اللي انت بتشوفه ده عباره عن اتيكال ستيفن جونسون سيندروم, ورفض ان هم ينشروا له البيبر بتاعه. هو مصر على الفاينل بتاعته وفي الاخر نشرها في الجابانيز جورنال اوف اليرجي وأفويد كونفليكت عشان ما يحصلش كونفليكت ما بينه وما بين الدكاترة المختلفين. وده يورينا حاجة مهمة قوي إنه نفسها دي حاجة عالمية. فاهم؟ طيب المهم سنة 68 في دكتور تاني اسمه ياموتومو, لا ياماموتو, ده برضو جمع حالات كلها عندها manifestations زي كده, وكان شك انهم عندهم cardiac involvement وpublished a paper فيها 23 حالة فيهم ال features دي و ECG changes. الراجل ده كان مجمع حالات من يعني في كذا سنة من الخمسينات. والانترستنج في الموضوع لما سافر امريكا الانترستنج بروفيسور لقى الموضوع ده موجود عندهم, فابتدى يريبورت الكلام ده. ابتدى الموضوع ده يبتدى يظهر مساحه انه في something wrong run. في سنه 1970 عملوا بقى سيرفي في اليابان, ريتو جريد بقى يبصوا على كل الفايلز من سنه 1950 اللي دخل المستشفى اللي عندهم مانيفستيشنز دي عشان يحاولوا يفهموا ايه اللي بيحصل. وكان الاعتقاد السائد وقتها انه دول عندهم انفانتايل بولي ارثرايتس نيروزا, لتشابه كتير من الاعراض بين البولي ارثرايتس نيروزا, وكان في 10 كيسز منهم عندهم اوتوبسي دايت سادن برضه كلهم سادن ديث, وكان عندهم كورونري ثرومبوز. هنا برضه نقطه مهمه قوي ايه هي؟ انه الميديكال ريبورتنج ده مهم جدا جدا. حتى لو الواحد دخل عنده عيان بسخونيه وراش صفحه جلدي وبقه مشقق وبعدين خرج والحمد لله خف,
انا مش عارف ده كان ايه بس هو خرج. ما خلاص ما فيش الموضوع لا دون كل حاجه وفرقوا على حاجات مهمه جدا. سنه 72 دكتور تاناكا اللي هو كان عمل الاوتوبسي ابتدى ينشر حاجات ما بين الاوتوبسي بتاعت العيال دول عشان يلينك البولي ارثريتس مع البيزيج الجديد اللي هم بيكتشفوه. سنه 74 دكتور كوازاكي بقى نشر الكلام ده بكل السيريز بتاعته بالانجليزي وهنا ابتدى العالم يعرف ان في اليابان حاجه بتحصل. اتاري هاواي امريكا في دكاتره برضه عندهم نفس الملاحظات في السبعينات مدونين نفس الحاجات وعندهم اوتوبسيز برضه عاملينها في هونولولو. انتوا عارفين هاواي دي جوه عباره عن جزر كبيره وصغيره. هونولولو دي اكبر جزيره اللي هي العاصمه اللي هم بيشربوا الاناناس ويحطوا ايوه اللي احنا بنروح ليه كان فيهم. فهناك عمل اوتوبسي لا برضه كورونا اللي بيتربوه وده نقطة مهمة جدا ان هو الميديكال ريسيرش والميديكال رايتنج دي مهمة جدا 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 لانه محدش يستهون بكمية صغيرة بيعرفها لكن ممكن تكون مختلفة والناس ثانية تبني عليها ويطلعوا حاجة دلوقتي بقت مشهورة جدا. وابتدى الموضوع من هنا يبتدي ينتشر عالميا. طيب ايه فايدة الكلام اللي انا بقوله ده؟ هو الكلام بتاع النفر ولا واحد تاني؟ تناكا ده كان الباثولوجيست اللي عمل اوتوبسي لاول حالة بالنيو كيوتينيوس اوبيلر سيندروم. بيجي لنا بتاع النفر في مصر. تناكا موجودة في مصر ولا في حاجة. الكلام ده كان بيبوستيليت شوية ثيريز اباوت كاوزاكي ديزيز. ايه هي؟ اول حاجه انه الكيسز اللي لقوها كلها كانت موجوده في جابان ولما لقوا حالات في هاواي كان معظمها اوف جابانيز اوريجين. وايه علاقه جابان بهاواي؟ المحيط. هو الناحيه دي من المحيط فالناس اللي بيهاجروا ممكن من اليابان يروحوا لهاواي. فده كان بيقول ان ده ممكن يكون حاجه جابانيز ديزيز جيناتيك ان اوريجين انتشر في اليابان ظهر وانتشر وبعد كده هم نقلوه لنقط ثانيه من العالم. اوكي الثيري الثانيه ان هو ده اتس ا فورم اوف انفانتايل بولي ارثريتس نودوزا في السبيكترم بتاع البولي ارثريتس نودوزا وكاوزاك ديزيز موجودين على سبيكترم واحد. بصوا على الشارت دي كويس قوي. الشارت دي بتاعت اول عيان دكتور كاوازاكي العيان اللي شخصه اللي هو كان دايجنوزز انون. شايفين الميديكال ريبورت كان حلو ازاي؟ فوق هنا شايفين الفيفر رسمها كويس قوي. تحت الثلاث ملتان واضح ان هم ما كانوش عارفين حاجه. ادوا ستيرويد 11 يوم وادوا انتي وقت الكنسلين ما ينفعش. ادوا تتراسايكلين شويه ادوا ريتروميسين شويه ادوا تتراسايكلين تاني ما كانوش عارفين ايه اللي بيحصل. وبعد كده هنا المانيفستيشنز اللي كانت عند العيان ده سيرفايكال انفيدينوباثي امتى ظهرت وامتى اختفت وظهرت تاني والراش ديسكوريشن ظهر امتى اوكلر كونجستشن والاورال فايندنج واكترس. اكترس يعني جوندس. واخدين بالكم من الماكس. وهنا اللابس بتاعت العيان ده. احنا لو عملنا الكلام ده عندنا في المستشفى هيهللونا. لو اي دكتور في المستشفى عمل الكلام ده للعيان خلي بالكم الكلام ده كان سنه 1961. واللي بناء عليه طلع لنا التشخيص بتاع كاوزاكي ديزيز اللي احنا كلنا عندنا كرايتيريا فور دايجنوستس. يبقى الموضوع بيبتدي من اكيوريت ريكوردنج وان انا افكر احاول اربط الحاجات ببعض واحطها قصاد بعض مش اللي هو ايه احنا عندنا في الطبع المصري ان عايز يخش العيان انت عندك كذا هتاخد كذا او تبقى زي صح. بنحاول نلبس العيان ده الديزيز بتاعه عشان يمشي في الحاجه اللي انا مرتاح فيها.
وحاولش افكر او اربط الموضوع ببعض او احطه قصاد بعضه. انا عايز اعرف على طول عندك ايه، والعينين اتعودوا داخل الدكتور، ها انا عندي ايه، اخف ولا لا. مفيش step wise approach. دلوقتي احنا بنعتمد على الكلينيكال فيتشرز دي علشان نشخص الديزيز. واحنا عارفين ان احنا محتاجين فيفر 5 اور مور دايز او فيفر زائد 4 على الاقل من الكرايتيريا دي. ايه هي الكرايتيريا؟ ده السكن راش، ده الاورو فارينجل ليجنز، ده اللي هو الاكستريميتيز تشينجز في البيريفري الايدين والرجلين، ده برضو الاور اللي هو الفرانكشنال ستروبري تان، والسيرفايكال ليمفادينوف. هنا عشان تورينا الاوكيلر كونجكشن. طيب احنا لو عندنا 4 من 5 دول زائد الفيفر بقينا عندنا تشخيص ايه؟ فيها اي حاجه انفستيجيشنز في اي ورك اب؟ كلها كلينيكال كرايتيريا. سؤال تاني، في حاجه من الحاجات دول سبيسيفيك؟ في عيل من العيال اللي انا شفتهم دول ما كانش عنده، كل يوم بيجي لنا عيل عنده فيفر ولا فيفر وكونجكتيفايتس، فيفر ولينفادينوباثي واورال ليجنز وفارنجايتس، ونقول له انت عندك احتقان في الزور من القعو حقنه الزور، صح؟ ويجي المندوب يقول لنا لا ده وينتر عايز نوع احسن، محتاج لا ده اكتب ساندوز، صح؟ واحنا اساسا ما بنفكرش ايه اللي ممكن يكون جوينج اون. طيب دي الدياجنوستيك كرايتيريا اوف كاوازاكي ديزيز، نتكلم عليهم بالتفصيل. اول واحده اللي هي اوكيولر كونجكتيفايتس، which conjunctiva هي تبقى affected في الكاوزاكي ديزيز، الفورنكس اللي هو تحت ولا البلبر كونجنكتيفا؟ البلبر كونجنكتيفا بتشوف من هنا دول محمرين ويبقوا بايلاترال وبتبقى نون بيرلنت. لو لقينا عيان عنده بيرلنت كونجنكتيفايتس ده بقت حاجه ثانيه، اوكي؟ لكن نون بيرلنت بايلاترال كونجنكتيفايتس دي اللي انا اقدر اخدها واحده من الكريتيريا فور كاوزاكي ديزيز. اراوند ريمز، صح؟ تمام تمام. لان الحته دي الاي فاسكولار هو بيحصل في الانيشال فيز افكشن للسمول سايز فاسس فيري فاسكولايت، الحته اللي حوالين الليمبس دي بتبقى اي فاسكولار. تاني حاجه الاورال ميوكوكوتينيوس ليجنز اللي هي انجكشن فيشرنج كراكينج انفلاميشنز في الاورال كافيتي في التونسلز في الفالنكس في اليوفيلا، تمام؟ ستروبري تانج، وده اللي بيلخبطهم مع السكارلت فيفر، اوكي؟ ده برضو منظر الميوكوكوتينيوس ليجنز. changes في الاكستريميتيز، في الانيشال الاكيوت فيز بيبقى فيه اديما انديوريشن واريثيما في البريفيز اللي هو ايدين والرجلين، شايفين الايد دي وارمه ازاي؟ بتبقى انديوريتد وجليسنينج وبتلمع كده. في اللاتر ستيج بيبقى فيه، شايفين ده اريثيما، اوكي؟ اديما واريثيما او اريثيما. بعد كده ممكن يبقى في ايه السب اكيوت ستيج اللي احنا كل عارفين هو ديس كوميشن، الديس كوميشن بتحصل شايفين التقشير، اوكي؟ طيب زائد سيرفايكال ليمفادينوباثي. سيرفايكال ليمفادينوباثي لازم تكون يونيلاترال في الانتيرير سيرفايكال تريانجل، ولازم يكون الحجم بتاعها سنتي ونص او اكتر، مش تبقى سمول ليمف نودز، مش بايلاترال. ده كده كرتون للمانيفستيشنز امتى بتحصل. يعني انتوا عارفين الستيجز بتاعت الكاوزاكي ديزيز دلوقتي احنا عارفين هو اكيوت سب اكيوت ستيج والكونفاليسنت ستيج.
الأكيد ستيج هو ده اللي بيبقى فيه فيفر، فيفر العالية المتواصلة. بقية المانيفستيشنز مش شرط تبقى تسهر مع بعض، عشان كده مهم قوي الهيستوري تيكينج، لأن هو العيان ممكن ما يبقاش عنده كونجكتيفايتس. يعني ممكن ما يبقاش عنده كونجكتيفايتس دلوقتي، بس حصل له كونجكتيفايتس. أو ممكن بعد كده يحصل له كونجكتيفايتس، نفس الحكاية مع الحاجات الميوكو كوتينيس. المهم عندنا في الموضوع كوزاكي اللي انتوا عارفين البعبع بتاعنا ايه هو؟ Cardiovascular Manifestations اللي هي Coronary Involvement. بيحصل في كام في المية Coronary Involvement؟ في 25% من الكوزاكي cases. بيحصل امتى؟ بيحصل في الأكيوت والسب أكيوت ستيج. خلي بالكم في الأكيوت ستيج مش بيحصل انيليزم، يعني لو بصيت عليه عين ده ما ليش عنده انيليزم والحمد لله مش كوزاكي. لا، اولا مش شرط يكون 95% مش هيحصل عندهم. ثاني حاجه لو كان عنده مش هيبان الانيليزم، هيبان الاول كورونري افكشن، وهنحكي عليها ايه الستيجز اوف كورونري افكشن. الانيليزم دي بتحصل في الصعب اكيد، ممكن عين يكون خلاص الفيفر ابتدى يروح، ابتدى يحصل عنده الكورونري انيليزم. حاجة تانية مهمة برضو عشان احنا بنتلخبط في التشخيص، ببص على السي بي سي بدور على ثرومبوسيتوزس، ولو ما لقيتش ثرومبوسيتوزس اقول الحمد لله ما عندوش. ثرومبوسيتوزس يظهر امتى؟ تاني اسبوع يدخل ناحية السب اكيوت فيز. فعشان كده لما يجي لي عيان في الفيز الاولاني الاسبوع الاولاني مثلا جاي بعد 5-6 ايام من الديزيز، هلاقي عنده فيفر، مش شرط الاقي عنده ثرومبوسايتوس، مش هلاقي ممكن كل البيكتشر بتاعي. كاوزاكي ديزيز ده يعتبر the leading cause of acquired disease in children في ال developed world. وما احنا عندنا في مصر ايه leading cause of acquired heart disease؟ روماتيك. ستيل بره لو اتكلمنا على روماتيك فيفر يقولوا ده احنا كان عندنا حاله راجل مولود سنة 50 وده احنا شفناه وعملنا عليه حفلة لما لقينا عنده روماتيك هارت. لا، احنا ستيل عندنا روماتيك هارت ديز از ذا ليدنج كوز، بارتي علشان الجينيتكس بتاعتنا في ديسكوز للروماتيك هارت، بارتي عشان الانفايرمنت بتاعنا برضه ستيل ما عندناش الميديكال كير اللي بيمنع الروماتيك هارت ديز، وبارتي علشان احنا عندنا اندر دايجنوزز اوف اذر كوزز اوف اكوايرد هارت ديزيز. سؤال، الكوزاكي ديزيز ده الباترن بتاعه ايه؟ كم واحد بقاله فتره بيشتغل هنا في المستشفى؟ طيب ملاحظين الكوزاكي ديزيز دي موسم تقل اللي هو الايام دي لي فيكس دايما بيبقى كده في الوينتر اللي هو الايام دي، وبرده بيبقى سمولر بيك في السبرينج. دي حاجات اسمها epidemics. epidemic يعني بيجي في حتة كده ينتشر، لكن هو برضو endemic يعني موجود بصورة مستمرة خاصة في بعض الأمراض. وإيه أشهر منطقة في العالم فيها endemic لل Kawasaki disease؟ الناس اللي عندهم عينيهم عاملة كده، هما دول الناس الendemic اللي عندهم Kawasaki disease على طول. في انا اعرف واحد كان دكتور في علوم، كان رايح بعثه اليابان وخد ابنه ومراته معاه، وابنه راح هناك وجاله كوزاكي وهو في اليابان. طبعا كويس في الموضوع ان هو اتشخص بسرعه وتعالج بسرعه لان عندهم الموضوع ده بتاع كل يوم. طيب هل الموضوع ده ممكن يبقى ريكارد؟ يعني واحد جاله كوزاكي ديزيز هل ممكن يحصل له تاني؟ او ممكن يحصل 3% ممكن يحصل لهم ريكارنس، والريكارنس ده غالبا بيبقى في خلال الفتره الاولانيه بعد التشخيص اول شهر. طب هل في ممكن يحصل ريكارنس في other members of the family؟ مش في الشخص نفسه، ممكن يحصل. يعني ممكن لو الواحد شخص بكوزاكي ديزيز الانسيدنس بتاعت ان اخواته السيبلينجز جالهم كوزاكي ديزيز 2
في المية في خلال السنة اللي بعد التشخيص، ونص الحالات دول بيتشخصوا أول 10 أيام بعد التشخيص الأقصى. على فكرة من 2% دي 10 فول الجنرال إنسيدنس بتاع الجديد، يعني ده الإنسيدنس العادي بتاع القانون القانوني. لو في توينز واحد منهم جاله كاوازاكي، الانسنس ان التوين يجيله كاوازاكي اس 13%. عشان كده حطينا الجيناتيك ايتيولوجي كنمبر 1. ليه بيحصل كاوازاكي ديزيز؟ لغايه دلوقتي مش عارفين وات از ذا ايتيولوجي اوف كاوازاكي ديزيز، لكن ديفنتلي ذير از جينيتيك بريديسبوزيشن. تعالوا نجمع مع بعض ايه اللي بيخلينا نفكر كده. انا قلت كل الحاجات دي موجود في مناطق كلهم شيرنج نفس الجيناتكس، حتى لما موجود في مناطق تانية كان عندنا تفسير جيناتك ان دول مهاجرين اللي هاجروا من المنطقه بتاعه اليابان. حاجه تاني برضه موضوع التوينز، كون ان هو بيزيد في الاخوات وبيزيد اكتر واكتر في التوينز، واضح ان في سترونج جيناتك باك جراوند. كويس. طيب هل ممكن يكون انفكشس؟ ليه ممكن يكون انفكشس؟ ها؟ سيزنز دي بتي والسيزنز دي بتفولو ايه؟ بداية الشتاء والربيع دول ايه؟ دول موسم ادوار البرد، ادوار الفيروس، تمام؟ السيمبتوماتولوجي بتاعت الديزيز كلها فيها يعني فايرال بيكتشر، فايرال لايك بيكتشر. اللاب بتاعته فيها برضو حاجات بتدل ان هو فايرال، او بتدل ان هو انفكشن، بس اللابس ما بتدلش ان هو فايرال، بتدل ان هو باكتيريال انفكشن. لما يبقى في لوكوسايتوز بتبقى تبقى اكتر الجرانيوسايت او البوليمورس، مش الليمفوسايت. فايرال بيكتشر في الورك اب. في نفس الوقت فشلوا ان هم يلاقوا اي فايرال ماركرز ريليتد للكاوزاكت. ريسيرش كتير كل عيال يقول انا هشوف الفيروس الفلاني واشوف الماركرز، اشوف هل هو مفيش انتي بوديز او انتيجين لاي فايرال ماركر كانت موجوده في الفايرال، فمش قادرين نايزوليت فايرال ايتيولوجي. فما زال هناك الايتيولوجيز دي موجوده، هل في جيناتيك باك جراوند؟ اه. هل في انفكشوس تريجر؟ بروبلم. ايه اللي بيحصل؟ وي دونت اكشلي نو، بس يعني المتعارف عليه انه حصل تريجر لواحد جيناتيك بريديسبوز، عمل له لخبطه في الاميون سيستم بتاعته، حصل له بالتالي الجنرالايزد سيستميك فاسكولايتس. الديزيز ده از افاسكولايتس، عشان كده الشبه الكبير ما بينه وما بين البولي ارثرايتس نودوزا. الفاسكولايتس دي بتافكت كل البلاد فيشلز اللي في الجسم. انتوا عارفين ان هي بتافكت الميديم سايز ارتس، لا كمان بتافكت السمول سايز ارتس. في الانيشال فيز اللي هو من اليوم الزيرو لغايه 9 اللي هو الانيشال فيز، بيبقى فيه بيري فاسكولايتس اوف سمول ارتيز. كل سمول ارتيز في الجسم فيها باري فاسكولايتس، عشان كده بتلاقي مانيفيستيشنز في كل الجسم نتيجه الباري فاسكولايتس، من ضمنهم الكاردياك فاسلز، عشان كده بيحصل بان كارديتس. بان كارديتس بمعنى باري كارديتس، مايوكارديتس، اندوكارديتس، وفالفولايتس، ممكن يحصل بالريجرش، ممكن يحصل فانكشن افكتيف. وبنلاقي لو بصينا بالاكو ممكن نشوف باري فاسكولار برايتنس افكتنج حوالين الباري، مش شرط نلاقي ان الباسلز الكورونريز باري. الفيز اللي بعديه يوم 12 من 25 يوم ده اللي بيبقى فيه بقى انفلاميشن اوف ذا ميديم سايز ارتيز، برضه كل جسم اللي احنا بنخاف اكتر واحد اللي هو ممكن يسيب سكري هو الكورونريز اللي بيبقى فيه فاسكولايتس بقى. وساعتها بيحصل لما يحصل انفلاميشن في البلاد فيسل يحصل ايه؟ الفيسل ده يضعف فيبتدي يدايليت، والدايليشن دي ممكن تاخد كذا شكل اللي هي ممكن توصل لحاله الانيوريزم. وبعد كده يبتدي
الميديان سايز فيرسز اللي هي ماسكولار دي بيحصل لها ماي انتمال بروليفريشن ده من 18 سوري من 28 ل 31 يوم بيحصل لها بروليفريشن. وبعد كده يبتدي يحصل من بعد ال 40 يوم يحصل فايبروزز وسكارنج، وهنا بيحصل الشكل بتاع الكاوزاك ديز على الكورونري اورتيز. ده منظر الكورونري ارتري النورمال، شايفين سموث ازاي ولينير. ممكن يحصل دايلاتيشن يا اما تبقى اكتيزيا اكتيزيا يعني دايلاتيشن دايلاتيشن يا اما تبقى يونيفورم كده يا اما تبقى الريجولر يا اما يبقى في حتت فيها انيوريزمز يا اما يبقى في حاجه اسمها فيوزيفورم دايلاتيشن ولو كبرت تبقى فيوزيفورم انيوريزم دي اسمها ساكيولر دايلاتيشن لو كبرت تبقى ساكيولر انيوريزم. دي كلها اشكال. لو حتة ضعيفة لو انتم تخيلوا انتم عندكم بالونة وفيها حتة ضعيفة تعمل ايه؟ تعمل انبعاج كده. فممكن ياخد اي شكل من دول. ايه مهم بقى نعرف الشكل؟ اول حاجة عشان نتابع الشخص ده نبقى عارفين الدايمنشن ساعته اخبار ايه. تاني حاجة واضح انه انهي واحد عنده فرصة ان هو يرجريس اكتر. الحاجات اليونيفورم اكتر من الحاجات الراجلر. الحاجات الفيوزيفورم اكتر من الحاجات الساكلر. واضح الساكلر ده حصل فيها مور دامج وتاخد وقت اطول وتبقى اصعب ان هي يحصل لها ريجريشن. طيب دي كلاسيك كلينيكال فيتشرز. تاني نرجعها مع بعض. فيفر 5 ايام او اكتر with 4 out of 5 principal features changes في extremities. الاكزانثيم الراش ممكن يكون شكله ايه؟ الفيفر احنا قلنا فيفر بس لازم تبقى هاي فيفر وتبقى ريميتنت يعني تبقى على طول معلقه وتنزل وتطلع تاني مش الفيفر بتاع الفيرال اللي هو ممكن يبقى 37 بعد كده بالليل يحصل له سبايك بعد كده يكمل يبقى لو جريد فيفر. لا دي هاي فيفر وريميتنت. الاكستريمتيز تشينجز اللي انتوا عارفينها اللي هي اديما والانديوريشن والاديما اوف اكستريمتيز اللي بعد كده تبقى ديسكويميشن. الاكزانثيم الراش ممكن يكون بوليمورفس راش. ايه بوليمورفس راش ده؟ يعني اي حاجه ماكيو فاكتور بوستر ديسكويميتر راش بيهرش فيه ما بيهرش اي حاجه فممكن عامل زي الارتكاريال راش ممكن. عشان كده اتلخبط مع ستيفن وكتير قوي بنلخبطه مع ستيفن جونسون سيندروم. Bilateral bulbar conjunctival injection without exudate none. Purulent bilateral conjunctivitis. Changes في اللبس والأورال كافيتي. Cracking, fissuring, inflammation, edema, strawberry tongue, pharyngitis. وcervical lymphadenopathy. اتفقنا ده يبقى unilateral. Anterior cervical triangle. وتبقى سنتي ونص أو أكثر. After the exclusion of other diseases with similar findings. كلام ده in the absence of an alternate diagnosis. مهمة قوي دي عشان احنا برضو عندنا تنسي. واحد جمع كراتيريا دي يلا هشخصه. طب انا عندي تشخيص تاني. لا ما ينفعش اشخص كراتيريا ديزيز وانا عندي تفسير تاني. Clinical criteria دي in the absence of other disease with similar findings. طيب في الواقع ده اللي انا بقراه في الكتاب لكن الواقع هو ده انه كاوزاك ديزيز كان بريزنت باي حاجات من دول يعني كارديوفاسكولار ممكن يجي كونجستيف هارت فيلير مايوكارديتس بيريكارديتس فالفولار ريجورجن اتفقنا بيبقى فيه بانكارديتس كوروني ارتي ابنورماليتيز انيوريزمز رينال فينومينو بريفرال جانجرين من الانيوريزم والثرمبوز يحصل بريفرال جانجرين ممكن يجي بالماسكولار سيستم ارثرايتس وارثرالجيا ولخبطنا مع الروماتيك ديزيزز جي اي تي دايريا فوميتنج ابدومينال بين ويلخبطنا بقى بالجاسترو انترايتس والفيرال اليسس والكيرو فيرال انفكشن هيباتيك ديس فانكشن والبيشن في الليفر انزيمز وجوندس كوليستيزيس ونبتدي بقى نشخصه هيباتيتس ايه نشخصه فالمنت ليفر سيل فيلير و
هيدروبس اوف ذا جولد بادر از كويت كومن، يعني حتى لو مفيش مانيفستيشنز ممكن عملنا سونار نلاقي فيها دروبس اوف ذا جولد بادر، ودي ساعات تبقى كاركترستكس. سي ان اس يبقى عندهم زي اسيبتك مننجايتس، فالعين بيبقى اكستريملي اريتابل، ممكن يبقى عنده حتى شويه مانيفستيشنز اوف مننجايتس ويتشخص ان هو مننجايتس، يبقى عنده راش نقول بقى مننجوكوكسيميا ونعمل حاجات كتير قوي، يبقى عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس يعني نيرف افكشن. يوريترايتس وميتايتس ممكن يحصل، عشان كده كتير قوي بنطلب يورين اناليسيس في حالات الكوزاك عشان ندور على حاجه اسمها سترايل فايوريا. يعني ايه سترايل فايوريا؟ يعني عندنا بس لكن مفيش اورجانيزم. Other findings: erythema induration at the BCG inoculation site, uveitis, disc-committing rash in the groin, which is quite common. دي كلها features of Kawasaki disease. ممكن تبقى موجودة محتاجة للتشخيص ده. بس بتسفورت الدياجنوزيس وبتعمل حاجة أقوى من السفورتينج دياجنوزيس اللي هي تلخبطنا في الدياجنوزيس. صح؟ لأنه واحد جاله فيفر وراش كونجكتيف انجكشن ويريتابيلتي وايسبتيك مننجايتس، هفكر في ايه؟ مننجايتس هقعد اديله بقى ازوفيراكس ولا بكتيريال ولا انكفلايتس ونقعد نخش في الدوامه دي. طيب اللاب فايندنجز، لو عملت له لاب فايندنجز هلاقي بتعرفين بتعمل سي بي سي، بتلاقي عنده ليكوسايتوزس نيوتروفيليا وشيفت تو ذا ليفت زي بكتيريال انفكشن، الفيتد اي اس ار وسي ار بي زي اي انفلاميشن زي اي روماتيك ديزيز. انيميا مهمه قوي، يعني هيموجلوبين بيقل مع الاكتيفيتي وده ماركر مهم قوي للديزيز. نورمال بلازما ليبيدز وهايبو ادونيميا، ودول حاجه اسمها نيجاتيف اكيوت فيز ريأكشنز، يعني لما الانفلاميشن تزيد الالبومين يحصل له ايه؟ يقل. بعكس السي ار بي اللي هو بوزيتيف اكيوت فيز ريأكشنز، لما الانفلاميشن تزيد السي ار بي واللي يحصل لهم ايه؟ طب ايه الفرق بين السي ار بي والاي اس ار؟ السي ار بي يعني مور رابد ان هو يظهر ويختفي، فبيفولو الكلينيكال كورس اوف ذا ديزيز، يعني العين ابتدى يبقى عنده فيفر تلاقي السي ار بي بيعلى وماشي مع الاكتيفيتي بتاعت الديزيز، طب الاكتيفيتي ابتدت تقل تلاقي السي ار بي ابتدى يقل. الاي اس ار عنده لاج شويه، يعني ممكن تبتدي الديزيز ولسه لسه هيعلى، يعلى معاك شويه، الديزيز يخلص الاي اس ار يفضل مكانه، ما اقدرش اعتمد على الاي اس ار لحاجه افولو اب الاكتيفيتي بتاع الديزيز. هايبوناترينيا، سترايل فايوريا، انفيتد ترانس امينيزز اللي هم الاي اس تي والاي ال تي والجاما جي تي، ليوسايتوزز اوف سي اس اف، بيبقى في هايبر سيلولاريتي واحتمال بيبقى عنده ايسبتيك مننجايتس، حتى ساينوفيال فيود لان كتير بيبقى عندهم ارثرايتس برضه بيبقى فيها ليكوسايتوزز، عشان كده بيتفرق ما بين الحاجات بقى سيبتيك ارثرايتس والرياكتيف ارثرايتس والروماتيك ديزيزز بمختلف انواعها. الحاجات اللابس دي فيها اي حاجه سبيسيفيك؟ لو انا عملت اللابس لعيان هبتدي يا اما اتحرك في ناحيه بكتيريا يا اما اتحرك في ناحيه هيباتيك ديزيز يا اما اتحرك في ناحيه حاجات، مفيش حاجه سبيسيفيك وهتلخبطني قوي. اوكي، عشان كده ما ينفعش احط دايجنوستس برده بناء على اللابس لوحدها. الاكوكارديوجرافي مهم قوي، ان احنا طبعا وانس ان احنا نشك في كاوزاكي ديزيز ان احنا نعمل اكوكارديوجرافي، بس مش معنى الاكوكارديوجرافي قال ان هو فري ان هو ما عندوش كاوزاكي ديزيز، احنا اتفقنا ان هو ممكن يظهر متاخر وممكن في 75% ما يبقاش عندهم الافكشن. الانيشال فيز لو عملت في الاكيوت فيز شايفين الكورونري ده؟ ده اللفت مين وده اللفت اكيوت ديسندنج وده السيرفنت، شايفين؟ الكورونري شكله كويس لكن في فيري فاسكولار برايتنس حوالين الكورونري اللي عامل لكم عليها سهل، يعني في برايتنس وده بقى الباري فاسكولايتس اللي المفروض في الاكيوت ستيج. بعد كده ممكن يبقى شايفين اللفت مين؟ شايفين اللفت اكيوت ديسندنج؟ انيوريزم. ده فاكر حضرتك العيان اللي كان موجود من 4 سنين
اللي كان اسمه لا 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 اللي هو كان شخص اسمه ستيفن جونز ما كان عنده انيزم ما خد وحصل له الرجي اي في اي جي ما كده هو كان اسمه انتوني ايوه انتوني هربي اي هو ده كورونري ارتي ده الكورونري ارتي برانش دلوقتي دلوقتي رجع طيب نقطة تاني لما يجي يقيس الكورونري ارتي ده والكورونري ارتي ده بقول النورمال النورمال بناء على ايه؟ عصايز مش كده؟ طيب انتوا دكاترة اطفال هل الطفل اللي عنده 3 شهور زي الطفل اللي عنده 3 سنين زي الطفل اللي عنده 13 سنة؟ اكيد لو قست الكورونري ارتري ولقيت ان هو 2 ميلي في عيان 10 سنين يبقى نورمال لكن 2 ميلي في عيان 3 شهور يبقى ليه؟ اوكي اكوردنج لل زي سكور فالكل كورونري ارتري في زي سكور والزي سكور النورمال ما بين ماينس 2 لبلس 2 ستاندرد ديفيشن تعرفين كل حاجه في الاطفال ماشيه كده هو صح كل حاجه كده فلما اجي احط الكورونري ارتيز لازم احطها على الزي سكور واشوف هو واقع فين لو لقيت الزي سكور بتاعه 2.5 او اكتر ده ديفينتلي دايليتد اوكي النورمال ما بين ماينس 2 لبلس 2 اوكي الكلام ده يمكن عرفوه متاخر شويه قبل كده كان الجابانيز مينستري اوف هيلث حاطين كرايتيريا قالوا اقل من 5 سنين 3 مللي او اقل اكتر من 5 سنين 4 مللي او اكتر ده يبقى كده دايليتد جم بعد كده قالوا لا ده مش براكتيكال ده بي يعني بي اندر دايجنوز ناس كتير قوي عندهم كارديك ديزيز وابتدوا يطلعوا بالزيز فورس نقطه كمان فاكرين لما قلنا الجروث اند ديفلوبمنت بتاع اي طفل بيفولو سيرتن كيرف يعني اتوقع انه الجروث بتاع الكورونري ارتري زي الجروث بتاع اي حاجه في الجسم هتمشي مع الكيرف ده وبالتالي لو انا جيت في يوم حطيت استيلو كورونري لقيته هنا اوكي بلس 2 او بلس 1.5 اوكي قلت الحمد لله ما عندوش كورونري افكشن جيت بعد اسبوعين لقيته بقى ماينس 1.2 ستيل نورمال مش كده العين ده كان عنده كورونري افكشن ولا لا كان عنده كورونري افكشن وحصل له ريجريشن يبقى دي فاريبيليتي وذين نورمال ودي اللي ابتدينا نعمل عليها ريسيرش انه ممكن يو كان هاف كاوازاكي ديزيز وذ نورمال كورونري ارتري يبقى عندنا فاريبيليتي في الكورونري وعلشان كده برضو لما نشخص عيان عنده كاوازاكي ديزيز كلينيكلي ماشي على اسبرين حتى لو مفيش كورونري انفولفمنت وبنتابعه حتى لو مش شايفين ان في افكشن وبنفضل من فتره ماشيينه على اسبرين عشان ممكن يبقى عنده حاجه اسمها اوكلت دايليتيشن اوف ذا كورونري ارتريس ده منظر كده بالقسطره شايفين الكورونري ارتري هنا ابتدى يدايليت ازاي شايفين ال الريجولر دايليتيشن الحته دي في الاول في فيزيفورم بعد كده الريجولر الحته دي برده فيها فيزيفورم وفيها دايليتيشن هنا دول شكلهم كويس تيبكلي كاوزاكي ديزيز بيفكت حاجات مور بروكسيمال ذان ديستري من البور بروجنوستيك فاكتورز اللي بتقول ان ممكن يحصل بريزيستنس للانيريزم دي لو لقينا الانيريزم دي ديستري ده منظر تاني ممكن بعد فتره الاقي الشكل ده واحد عنده انيريزم في حته وحته ممكن يبقى عنده شايفين سكشر هنا سكشر هنا دي ده انيريزم في حته هنا فيها سكشر في سكشر حصل سكارينج و فايبروزيس ده كده تحول الى كورونري ارت ديزيز زي الادلت اللي هو محتاج انتي بليتلتس محتاج ممكن ستانتنج محتاج كابتش زيه زي اي عيان كورونري ارتري ديزيز ديفرنشال دايجنوزس بتاعنا هنا كود بي اني ثينج وكلكم طبعا احترتوا في الحالات اللي زي كده اهو
وهتقول ده فيرال ولا سكارلت ولا اس 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 ولا بكتيريال ليمفادينايتس ولا ستيفن جونسون ولا جوفينال روماتويد. اوكي الديفرنشال دايجنوستس بتاعته از اكستنسيف. مهم قوي بقى نعرف ان في حاجه اسمها اي تيبيكال كاوازاكي ديزيز وفي حاجه اسمها انكومبليت كاوازاكي ديزيز. احنا دايما بنقول ده اكنه ده لا. اي تيبيكال بمعناه ان هو حد جه بصوره فيها حاجات مش من التيبيكال مش من كلاسيك كريتيريا اللي كانت على الشمال. الحاجات اللي جت على اليمين بقى بقى جاي بجوندس جاي بمننجايتس جاي بالفيشن في الليفر انزيمز عنده مانيفستيشنز كلها دايركت ناحيه سيستم تاني ده بقى كده اسمه اي تيبيكال. انكمبليت معناه ان هو ما جمعش الاربعه كريتيريا زائد الفيفر. احنا قلنا فيفر زائد اربعه كريتيريا. مسموح لي ان انا اشك في العيان ده لو عنده فيفر خمس ايام او اكتر ومعاها اثنين او ثلاثه كلينيكال فيتشرز من حق مش اشخص من حق اشك ان هو ده كاوازاكي ديزيز لسه ما كملش كريتيريا. ومهم بقى ساعتها ابعته يعمل اكو كارديوجرام. خلوا بالكم ان كل ما العيان ده بقى اصغر كل ما الثريشولد عندي بقى اكتر ان انا اشخص كاوزاكي ديزيز وابتدي اعمل له سكريننج بالاكو. لانه اقل من ست شهور ده ريسك فاكتور فور ديفلوبينج انيوريزم. انا كنت بكلم مع دكتور اسامه علي ده كان اربع شهور او خمس شهور كان صغير. دول بيجوا انكمبليت كريتيريا بيجوا بانيوريزمز كبيره. اي حد عنده فيفر سبع ايام او اكتر حتى لو ما عندوش كلينيكال كريتيريا كتير لكن كمان عنده لابوراتوري ايفيدنس اوف سيستميك انفلاميشن لازم اشك في كاوزاكي. The diagnosis of Kawasaki disease بالدرجة الأولى high index of suspicion. فدايما في بالي التشخيص ده. وده الجوريثم هبقى اسيبه معاكم ان انتوا واحد ازاي بيشخص كاوزاكي ديزيز وازاي بيشك هل هو لايكلي ولا انلايكلي ونقعد ازاي. مهم قوي حاجتين بقى هنا الفولو اب. مفيش حاجه اسمها واحد كاوزاكي ديزيز اقول له لا امشي انا خلاص اي اكسكلودد الكاوزاكي ديزيز. اقول له حاليا انا اي هاف ا لو سسبشن اوف كاوزاكي ديزيز بليز تعالى لي بعد كذا يوم بليز هنبص عليك تاني نجمع كريتيريا كلينيكال نعيد اللابس تاني. المهم اعمل اكو لما اشوف والاكو لو بوست طبعا فيه لو الاكو نيجاتيف كويس مش معنى كده ان هو كيس فري. ممكن يبقى انلايكلي ممكن يبقى لسه اشك ولسه اعده انفستيجيشنز تاني. وفي وقت كده يقول لك كونسلت كي دي كازاك ديز اكسبرت. يعني في اوقات عينين بيبقوا فعلا undetermined بيبقى في حاجه اسمها كازاك ديز از لايكلي incomplete كازاك ديز. ساعتها ممكن مسموح ندي اي في اي جي اف ذا دايجنوز اوف كازاك ديز از likely. ما عنديش other alternate diagnosis. ليه بقول الكلام ده؟ لانه الديزيز ده is self-limiting صح؟ امال انا هدفي ايه في العلاج؟ هدفي ان انا اوقف الانفلاميشن دلوقتي قبل بكره قبل ما يحصل coronary involvement. ولو ابتدى يحصل coronary involvement هدفي ان انا اوقفها دلوقتي قبل ما يحصل more coronary involvement لان دي حاجات بتحصل بعد كده ممكن تعمل permanent سكارينج ويدخل يبقى عنده كورونري ارتري ديزيز. فهدفي الاولاني اوقف الانفلاميشن دلوقتي عشان كده بنديله اي في اي جي. فاكرين كلها الدوز بتاعها 2 جرام بير كي جي دي وان شوت. انا دايما بديها على 12 ساعه اول وقت بديه بشويش قوي عشان لو في رياكشن وبعد كده ابتدي اسرع. برده بنديه على فتره طويله عشان نقلل الانسنس اوف الرجي الريسك بتاع الترومبو سوري الهايبر كواجيبل ستيت اللي بيحصل. ومع الاي في اي جي بندي هاي دوز اسبرين 80 ل 100. في ريجيمنت ثانيه ممكن من 50 ل 70 ملي جرام في كي جي في الدي متقسمه على اربع ايام. ايه الرول بتاع الاي في اي جي؟ او الرول بتاع الاي في جي كانتي انفلامتري ستيل برضه مش مفهوم بس في ثيري ان هو بيعمل بلوكينج بيعمل نيوتراليزيشن للانتي بوديز. في ثيري كتير بيعمل موديليشن للسايتوكاينز
اللي بتطلع نتيجة السيستميك انفورميشن. في ثيرز كتيرة قوي بيستخدم حاجات كتيرة جدا مش فاهمين قوي هو بيعمل ايه بالظبط، لكن it is a potent drug انه يوقف الانفورميشن. ومعاه طبعا الاسبرين كانتي انفلاماتوري، ما تستخدمش اسبرين لوحده، لازم اي في اي جي. طب لو الاي في اي جي ما ينفعش، ما ينفعش معنى ان انا باكسبكت ان في فيبر بتريزولف في خلال 24 ساعه من الدوز. طب لو في ريزيستنس او ريكارنس للفيبر بعد 24 ساعه. لا اوكي ده 1 بوينت، بس انا وصلت للتشخيص اديت الاي في اي جي ما ينفعش ريزيستنس لو زي كده جيل واحد انذر دوز اوف اي في اي جي. طيب اخبط بعد الدوز الثانيه ستيل لسه في الموضوع او ريكارنت، يا اما بديله الثيرد دوز اوف اي جي، يا اما عندي الترناتيفز كان زمان بيدوا صالي مدرول بقى المدرول بتاعه ابتدى يقل، فيظهر البيولوجيكال تريتمنت زي الريتاكسيماب والانفليكسيماب اللي هي المونوكلونال انتي بوديز، تظهر في الانتي ثلاث مدرول بتاعها. نقطه صغيره هنا، افرض لو العين ده كان عنده ابشن بار فايروس وعنده فيفر ديسكوريشن وراش كونجكتيفايتس ليمفادينوباثي، وانا شخصت كارثوزيك وديت له اي في اي جي فرحت وديت له اصلا العصر، ممكن يحصل له ريس سندروم صح؟ هاي دول عشان كده دي وحشة الموضوع ان هو ديفنش دايجنوز واسع قوي، والقرار مهم جدا، لان انا لو باخد القرار بتاع ان انا اديله انتي انفلاماتوري تريتمنت وهو كان انفكشوس اوريجن، خلي بالك في حاجات بيولوجيكال تريتمنت حاجات اميون سبريسنت، ولو هو كان انفكشوس الحاجات دي هتبقى، عشان كده مهم قوي الديسيجن ميكنج في العينين الكاوزاكي ديزيز. بعد كده بيجي دور ان هو لو حصل له كورونري ابنورماليتيز بتابعها وبحاول امنع الثرومبوزس. انا شفت عيال جايين اول تشخيص ليهم كورونري ثرومبوزس ومايكارديال انفاركشن علشان حصل لهم كاوزاكي ديزيز. طب نمنع الثرومبوزس، احنا بنمشيهم على لونج تيرم اسبرين، لكن لو كان عندهم انيوريزمز كبيره ده معناه ان محتاج بقى مش بس اسبرين، محتاج انتي كوجيشن وورفر. ان الانيوريزم دي مش بس انه الانيوريزم عامل حاجه زي ساك كده والبلاد عمال بيلف فيه بتربلنس معرض يحصل ثرومبوزس، كمان الاندوثيليوم بيبقى فيه ديسفانكشن. الاندوثيليوم ديسفانكشن زي اللي بتحصل في الكورونري هارت ديزيز بتنفايت ثرومبوزس. مهم قوي ان انا امنع ثرومبوزس دي عن طريق البروبر انتي بيتيك وانتي كوجيشن. تيبيكلي انا بنكمل الاسبرين على الهاي دوز انتي فانتي دوز لغايه لما ايفيدنس اوف انفلاميشن بتروح، اللي هي فيفر بيروح والسي ار بي نيجاتيف. فاكر نقلب على الانتي بيتس بدل ما كان 80% هيبقى على 3.5 بير كي جي بير داي. ولو حصل ثرومبوزس طبعا هبتدي اعالجه زي ما بعالج اي حد اضر، يعني احط له ستنت، احط له كابتش، بعالج زي الاسكيميك هارت ديزيز. الناتشورال هيستوري بتاعت الكوروناري ارتري افكشن انه يا اما يحصل ريجريشن بتاعت البالبيشن انيوريزمز، يا اما يحصل بريزيستنس للكوروناري انيوريزمز دي. طيب الحاجات الريجريست كوروناري انيوريزمز كون يحصل ريجريشن 50-70% من الناس اللي حصل عندهم انيوريزمز هتحصل ريجريشن، وكل ما الانيوريزم كان اصغر كل ما الريجريشن كان اسرع والانسنس بتاعها اكتر، وكل ما الفاسل كان يونيفورم اكتر كل ما فرص ان هو يريجريس بقت اكتر. كل ما الدايليتيشن كان اكبر والراجلر اكتر او ديستال كل ما الانسنس الريجريشن بيبقى اقل. الحاجات الريجريس دي مش شرط تريجريس 100% ممكن تقل لكن doesn't regress، عشان كده محتاج نكمل على الانتي فيتد. وفي بيبرز بتقول انه حتى الناس اللي هو حصل لهم ريجريشن بيبقى عندهم لسه ستيل اندوثيليال ديسفانكشن
بحيث ان هم يبقوا معرضين للارلي كورونري هارت ديزيز في الادلتود. تسمع عن شاب عنده حاجه 20 سنه وفجاه جاله هارت اتاك, يقول ايه ده صغير قوي, ايه اللي حصل وبتاع, محدش يعرف. او يقولوا بقى اكيد بتعاطى بقى اكيد ياخد كوكايين. لا, ممكن يكون هو صغير جاله دور سخونه طولت شويه مستشفى كده, راح الدكتور اداله سيف راكزون. الدكتور الثاني قال له لا, اديله ويند راكزون, وقعدوا ينوعوا له في الانتيبيوتكس. بعد كده الموضوع خف, واتاري كان عنده كاوازاكي ديزيز. حتى لو ما فيش ديتكتد كوروني انفولفمنت, بعض الناس بيقولوا انه انا محتاج اكمل على اسبرين على طول عشان الاندوثيل ديسفانكشن. البروتوكول متعارف عليه انه انا بكمل على اسبرين لو مفيش كوروني انفولفمنت من 3 ل 6 شهور. لو في كوروني انفولفمنت لما الكوروني ارتي ينورمالايز بكمل بعديها 6 شهور, بعد كده ممكن اوقف. في ناس بيقولوا لا, لايف لونج اسبرين عشان بيبقى عندك اندوثيل ديسفانكشن وانسنس اوف كوروني ارتي ديزيز. الكلام ده يبقى ويت اجينست الانسنس بتاعت الواحد ياخد اسبرين على طول وتفرق على طول عنده بيدنج تندنسي يتخبط, يحصل اي حاجه, او يجيله فيرال انفكشن ويديفلوب ري سندروم وبياخد اسبرين على طول. خلي بالكم الري سندروم بيحصل مع الهاي دوز اسبرين, ما بيحصلش مع اللو دوز اسبرين. فعلشان كده الاسم بقى اللي انا اخترته The Good, The Bad and Ugly. ليه؟ It's a good disease لانه it's a spontaneous recovery و self-limiting disease وبيروح لحاله, و75% من الحالات بيعيش عندهم كورونيا انيريزيس سيتنتنج ديزيز. اول حاجه ليه باد؟ لان التشخيص بتاعه صعب جدا, مانيفيستيشنز هنا وهناك وتلخبطنا مع كل حاجه في الدنيا, وانفلاماتوري ماركرز بتشبه اي حاجه في الدنيا, ممكن يلخبطني مع حاجات كتير قوي. فاتس باد ديزيز ان ترمز اوف دايجنوستس. اجلي ديزيز بقى في السيكري بتاعته بقى ان انا محتاج اخد ديسيجن فيه, والديسيجن ده لازم يكون ا جود ديسيجن, لانه بناء عليه يا اما ممكن العين يتعرض لكومبليكيشنز جامده قوي, يا اما لو ما ادتلوش هيتعرض لكومبليكيشنز كتيره ولايف لونج سيكول. هنا بقى الاجري فيز بتاع الكاردياك ديزيز ان هو ممكن يظهر ب اتيبيكال فيتشرز, بعد كده يجي باكستنسف كورونري ارنومانتس اللي هي تبقى تشرب في السن ده. Okay. The key for diagnosis is a high index of suspicion. من 80 ل 100 لغايه لما ال evidence of inflammation بتروح, يعني الفيفر بتروح والسيار فيه نيجاتيف. لا, الفليتس بتكمل شويه, الفليتس موجوده في السب اكيوت فيز وبتقل تدريجيا. وخلي بالك حضرتك برضه الاي اس ار بيزيد بعد لو اديت اي بي اي جي بيعلي الاي اس ار, فمش اعلى اي بي اي جي تاني مثلا الاي اس ار الايام بقى 100 بقت 150 كل ده ريزستنس. لا, برضه الفليتس بتزيد مع الاي بي اي جي. الفنانك تبقى فيه فيز اكتف معروفه كده, مش بس مش سبيسيفيك للجرافيك. يعني نتيجه الانفورميشن كل ال البلازما بروتينز تبقى شيفتد للفورميشن اوف جلوبيلين بدل الالبومين, عشان كده بيقل. هو الاول كانوا بيقولوا ان الالبوم ده في الليفر سيرفيس. دلوقتي بيقولوا ان ممكن تكون سيفير انفكشن, هتكسر هتبقى متقدم في الاول خالص. ما بيحصل فيه ده في مايكرو باسكولار انفكشن في كله, وك بارت اوف ذا جنرال انفلاميشن شيفتنج للبلازما بروتينز للانفلاماتوري بروتينز راذر ذان الالبومين. بتنفذ كبير نقص, يعني هو بتبقى مثلا 2.5 2.8 ما بتجيش بايدينا, يعني ما بتعملش مش كبير قوي. احنا كل ما عرفنا عشان نقص من اكثر من 3 6 شهور, حتى لو مش كورونا انفكشن ده, لو مفيش كورونا انفكشن هنكمل 3 6 شهور. لو في كورونا انفكشن